قاعدة اليد اليمنى الهدف منها تحديد اتجاه المجال لملف لولبي، ويكون المغناطيس على يد مغناطيس على يد قضيب مغناطيسي، لو قطب شمال وقطب جنوب. إذا الهدف من هذا القانون تحديد اتجاه قطبين المغناطيس، تحديد اتجاه المجال، تحديد اتجاه المجال. ونقصد هنا اتجاه المجال لأنه يعمل كمغناطيس مستقيم، قضيب مغناطيس مستقيم. نحدد فين الشمال وفين الجنوب. تنص على ايه؟ تنص على التفاف الأصابع مع اتجاه التيار. التفاف الأصابع سيكون مع التيار، مع اتجاه التيار. تعال نوضح كده بالرسم. لو فرضنا ان دي بطارية، طبعا البطارية بتحدد لنا القطب الموجب، حدد اتجاه التيار اتجاه الاصطلاح. فاتجاه التيار نجعل التفاف الأصابع مع التفاف التيار بهذا الشكل، فيكون الاتجاه الشمالي قطب المجال تخرج من القطب الشمالي وتتجه نحو القطب الجنوبي. يبقى جاي من تخرج من الشمالي كده وتتجه للجنوب بهذا الشكل اتجاه خطوط المجال، وتكون متوازية على امتداد المحور، وخطوط المجال متوازية على امتداد المحور. طيب لو احنا جينا مثلا، اذا فان الابهام يشير، فاذا كان التفاف الاصابع مع التيار فان الابهام يشير اتجاه اتجاه المجال. ونقصد مجال هنا القطب الشمالي، القطب الشمالي. فمثلا لو فرضنا هنا البطارية ده الموجب لها هوت وده السالب، فإن اتجاه التيار بيكون بهذا الوضع، فنجعل التفاف الأصابع، فنجعل التفاف الأصابع مع اتجاه التيار، فيشير الإبهام، فيشير الإبهام إلى اتجاه القطب الشمالي، أي أن خطوط المجال تخرج من الشمالي وتتجه للجنوب بهذا الشكل، وكأنها خطوط منحنية بالشكل ده كده، يبقى ده جنوبي بالشكل ده كده. نوصف خطوط المجال، خواص خطوط المجال. هنلاحظ انها خطوط متوازية مع المحور، خطوط موازية مع مثل بلاط الحديد كده، خطوط موازية المحور، وتخرج من القطب الشمالي وتتجه القطب الجنوبي كده. يبقى نقول هي خطوط متوازية مع المحور، خطوط موازية للمحور، وتتجه وتخرج من الشمالي، وتخرج من القطب الشمالي وتتجه القطب الجنوبي إلى الجنوبي. يبقى هي نقدر نقول هي عبارة عن خطوط وهمية موازية للمحور، وتخرج من الشمالي وتتجه للقطب الجنوبي. ده استنتاج القانون بي بتساوي هي كثافة الفيض، تتناسب طردي طبعا مع شدة التيار. شدة التيار كلما زاد شدة التيار زادت كثافة الفيض، يزداد أيضا مع عدد اللفات، كلما زاد عدد اللفات زادت كثافة الفيض، ويتناسب عكسي مع طول الملف. نقصد بطول الملف اللي هو الطول اللي يتم فيه لف الملف بهذا الشكل، اللي من هنا لهنا، اللي تناسب عكسي. بنشيل التناسب ونوضع ثابت، الثابت اسمه
ميو اللي هو النفاذية، ديت النفاذية اللي هي قدرة الوسط على نفاذ المغناطيسية، اي شدة التيار تتناسب طردي، ان اللي هي عدد اللفات، ال هو الطول. طيب لو احنا استخدمنا ملف طوله متر بنسمي هنا عدد اللفات اللي في المتر ونعبر عنها بحرف ايه؟ ان سمول. ويبقى القانون زي ما هو كده، البي بتساوي الميو في الاي زي ما هي، وشلنا الان على ال لان بنسمي الان سمول ديت عدد اللفات في المتر. لو احنا جينا بقى نفس الطريقه شيل التيار بنجيبه الطرق العاديه من الفصل الاول، ان عدد اللفات نفس الطريقه مفيش فيها مشكله، وال لو كانت بالسنتي بنضربها في 10 اس سالب 2. في حاجه جديده دلوقتي اللي هي النفاذيه. هنا في الملف اللولبي نستطيع ان نضع ان يكون هواء او نضع قطعه من الحديد المطاول، وهنا نقول هنا لما نحب، احنا عارفين ان العلاقة بين النفاذية وكثافة الفيض علاقة ايه؟ طردية. فكلما زادت النفاذية زادت كثافة الفيض، فاذا اردنا زيادة كثافة الفيض نقوم نزود النفاذية. نزودها ازاي؟ بان نضع قطعة من الحديد المطاوع في داخل الملف. يبقى نقدر نقول يوضع ساق او قضيب من الحديد المطاوع، حديد مطاوع في داخل الملف اللولبي، في داخل الملف اللولبي. طبعا الاجابة على هذا السؤال هنقول كده هوت، بما ان كلما زادت النفاذية زادت كثافة الفيض، ده يدل على ان نفاذية الحديد المطاوع عالية. طب لما تكون النفاذية عالية إذن تزداد كثافة الفيض، تزداد كثافة الفيض. طبعا كثافة الفيض النفاذية بتختلف، فالهواء معروف قيمته اللي هي 4 باي في 10 أس سالب 7 اللي قلنا عليها تسلا، نفس الطريقة تسلا في متر على أمبير، نفس الوحدة في التلات قوانين، تسلا في متر على أمبير، تسلا في متر على أمبير. أيضا ولكن الحديد المطاوع بيبقى النفاذية بتاعته 2 من 1000، يعني 2 في 10 أس سالب 3. طبعا دي أكبر، هذا الرقم أكبر من هذا الرقم بتقريبا 10,000 مرة، إذا معنى ذلك نفاذية الحديد المطاوع بتكون أكبر. أيضا من ضمن الملاحظات في حل نستخدم هذا القانون، ما العوامل التي يتوقف عليها، يعني قلنا نكتب هذا الشكل، بما أن بي بتتناسب طردي مع التيار، تتناسب طردي مع عدد اللفات، تتناسب عكسي مع طول الملف، والتناسب نحط شيل التناسب وضعنا يو. هذا القانون نستخدمه، ما العوامل التي يتوقف عليها كثافة الفيض؟ من هذا القانون العوامل التي يتوقف عليها كثافة الفيض، عليها كثافة الفيض. طبعا من القانون نقدر نطلع الاربع عوامل، 1 2 3 4، نقولهم كده مع بعض. طبعا رقم 1 النفاذية زي ما شفنا في الحديد المطاوع، كلما زادت النفاذية كلما زادت كثافة الفيض اللي هي ميو. 2 عدد اللفات بالعقل والمنطق، ان اللفة الواحدة تكون مجال، طب لفتين هيكون مجال نفسه، مجال ضعفه، 3 لفات 3 أمثال، إذن كلما زاد عدد اللفات كلما زادت كثافة الفيض بهذا الشكل. شدة التيار نفس الطريقة، كلما زادت شدة التيار
زادت كثافة الفيض، وبينما علاقة عكسية مع طول الملف، كلما زادت طول الملف طبعا هتقل كثافة الفيض بهذا الشكل اللي احنا قلناه. طيب ده العوام، مش بس كده، ده ممكن نيجي رسم بياني بالشكل ده من القانون. لو قلنا هنا ده رسم بياني، ده علاقة بين البي وبين ال، يقول لك ملف لولبي، طبعا علاقة طردية مع مقلوب الطول الملف او عكسية مع ال، فطبعا في الحالة دي طردية هيت مع مقلوب الطول. ازاي نجيب الميل؟ طبعا الاسلوب بسيط خالص، انه على فرق الصادات، فرق الصادات على فرق السينات، يعني هنشيل البي وهنشيل ال، يبقى يتبقى لنا ان السلوب بيساوي ميو في ان في اي، وهكذا نقدر نرسم رسم بياني بهذا الشكل. ايضا ملحوظه في الحل ان احنا بنستخدم ممكن يقول لك سلك ملفوف، ملف لولبي ملفوف بهذا الشكل، ضغطناه وتحول الى ملف دائري بالشكل ده كده، او العكس صحيح، ملف دائري شدناه بقى ملف لولبي، او ملف لولبي ضغطناه ملف دائري. في الحالة دي تعال نطبق ان البي للملف الدائري، وهنا البي للملف ايه؟ بي للملف الدائري، بي للملف الدائري القوم بتاعه اللي هو نقول عليه ميو في ان في اي، وهنا على نص القطر 2R، على 2R. ايضا هنا نقدر نقول ميو في ان في اي على ال. قارن كده ايه اللي اتغير، هنلاقي ان القيمه ديت الميو في ان في اي هي نفسها الميو في ان في اي، ما اتغيرتش. فلو ضربنا الطرفين في الوسطين، بما ان الباست هنا يساوي الباست، يبقى هاي في الحاله نقدر نقول البي في ال للملف اللولبي هتساوي البي في 2R للملف هو الدائري، ونقدر نعوض لو كان اي مجهول نقدر نجيبه بهذا الشكل، لان من الرسمة ديت هنلاقي ان الميو نفاذية، عدد لفات هي نفس عدد لفات، التيار هو نفس التيار نفس الملف، يبقى في الحالة دي بي للدائري هتساوي بي للبي في ال في اللولبي بتساوي بي في 2R للدائري، ونقدر نحل المثال. وإذا كان الملفين في نفس المستوى والمجال نفس والتيار نفس التيار نفس الاتجاه قصدي، يبقى المحصلة جمع إذا كانوا متعاكسين طرح، وإذا كانوا متعامدين نطبق في ثوابس. المسألة ديت جت في مصر سنة 94، ملفان لولبيان، ملفان لولبيان أحدهما داخل الآخر، يعني لو فرضنا الملف اللولبي ده ملف لولبي ملف لولبي ملفان لولبيان احدهما داخل الاخر، ولهما ينطبق بحيث ينطبق محورهما ولهم نفس الطول وعدد اللفات، ده يبقى الملف الاولاني اللي هو الازرق ده، وهنفترض ان الملف الاحمر ده الداخلي،
يبقى عندنا ملفين، ملف خارجي وملف داخلي، بحيث عدد لفات الداخلي 400، يبقى ان هنا للداخلي 400 لفة، وعدد لفات الخارجي، وعدد لفات الخارجي 1600، ان الخارجي 1600، 1600 لفة. طيب احسب شدة التيار، وكانت شدة التيار في الملف الداخلي 3، يبقى الملف الداخلي اللي هو ده تيار في الملف الداخلي 3 أمبير، 3 أمبير. المطلوب احسب شدة التيار في الملف الخارجي مجهول اهوت، شدة المجال، شدة التيار في الملف الخارجي مجهول، لكي ينعدم المجال في المحور. معنى ينعدم المجال في المحور، معناها نقدر نقول ان كثافة الفيض الناشئة عن الملف الخارجي، الملف الخارجي هتساوي كثافة كثافة الفيض المغناطيسي عن الملف الداخلي اللي هو لونه أحمر بهذا الشكل. تعال نعوض على القانون، مسألة بسيطة خالص. هنقول هنا يساوي القانون، هنا نفس القانون اللولبي، عبارة عن ايه اللولبي؟ عبارة عن النفاذية في عدد اللفات في شدة التيار على طول الملف. ايضا الداخلي نفس القانون، ميو في ان في اي على ال. احنا قلنا الطول نفس الطول، النفاذية نفس النفاذية. الاختلاف هنا في مين؟ ان عدد اللفات الخارجي كام؟ الخارجي 1600، يبقى نعوض عن الان ب 1600. شدة التيار الخارجي مجهولة، شدة التيار الخارجي مجهولة اي بهذا الشكل، يساوي عدد لفات الداخلي، عدد لفات الداخلي كام؟ 400. وشدة التيار الداخلي، شدة التيار الداخلي 3 أمبير في 3، طبعا بالقسمة على 100، صفرين مع الصفرين، بالقسمة على 4، دي راحت فيها الأربعة، يبقى إذن الآي بتساوي 3 بقسم الطرفين على 4، يبقى 3/4 أمبير. طبعا مسألة كانت فكرتها بتدور على أن كثافة المجال على المحور الكلية صفر، معنى صفر يبقى التيارين متساويين، أن كثافة الفيض متساوية في المقدار ومتعاكسة فين؟ في الاتجاه. بنعوض عن كثافة الفيض للملف الخارجي، ونعوض عن كثافة الفيض للملف الداخلي. النفاذية هي نفس النفاذية، والطول نفس الطول، ونبدأ نعوض عن عدد لفات الخارجي كام؟ 600، والتيار مجهول، الداخلي 400، والتيار معلوم 3، بالتعويض نقدر نجيب. طبعا اذا المسائل هنا بتبقى مباشرة، ما فيش فيها مشاكل. لو طلبنا مثلا المسائل، نظام المسائل المباشرة، بيجي لنا بنكتب احنا القانون ان بي في اللولبي بيساوي ميو اللي هو النفاذية في عدد لفات شدة التيار على طول الملف. المسائل المباشرة مفيش فيها أي مشاكل خالص، بتبقى عندنا كم؟ 1 2 3 4 5، بيجي لنا 4 معطيات، 1 مجهول، نقدر نحط ضرب تبادلي، ونقدر نجيب المجهول في طرف، ونقدر نعوض بهذا الشكل. تعال نشوف مثال آخر. ملف دائري قطره 12 سنتي، ملف دائري بهذا الشكل، لو جينا نقول بالشكل ده ملف دائري قطره، ده ملف دائري اهوت،
قطره 12 سنتي. معنى قطره، ما ننساش ناخد بالنا من النقطه دي، يعني نص قطره 3، نص قطره 6. يبقى لما يكون القطر كله 12 يبقى نفهم من كده ان الار هنا بتساوي 3 سنتي 6 سنتي، لان القطر كله 12. طيب ايه اللي حصل؟ عند طبعا هنا يمر به تيار يولد مجال مغناطيسي عند مركزه، ابعدت اللفات، هنشد اللفات نبعدها عن بعضها كده، فاذا بعدنا اللفات يبقى الشكل بتاعه شكل لولبي، شكل لولبي بهذا الشكل. لما نبعد اللفات ببطء كده هيبقى الملف لولبي. طب في المجال اللي هنا مجال عن سلك عن ملف دائري، لكن هيبقى المجال هنا الناشئ عن ملف لولبي. يمر به نفس التيار، يبقى الاي هي نفس الاي، التيار نفس التيار، وعدد اللفات هي نفس عدد اللفات، تمام كده، نفس عدد اللفات. فاصبحت كثافة الفيض على محوره نصف كثافة الفيض في الملف الايه، نصف كثافة الفيض في الملف الدائري. يعني اصبح كثافة الفيض في الملف اللولبي بتساوي نصف كثافة الفيض، نصف كثافة الفيض في الملف الدائري. بس نبدأ نعوض عن القانون في الملف اللولبي اللي هو عبارة عن ميو في ان في اي على ال، اللي هي المسافة دي كده ال. طيب بتساوي نص، نص قيمة كثافة الفيض اللي في الملف اللي الدائري، اللي هي عبارة عن برضو ميو في ان في اي على 2R. 2R طبعا المطلوب احسب طول الملف، يبقى المجهول عندنا مين؟ ال. المطلوب عندنا ال اللي هو المجهول. طبعا معروف النفاذية هتروح مع النفاذية، هو نفس الملف يبقى الان مع الان، وقال هو نفس التيار يمر فيهما نفس التيار، يمر فيهما نفس التيار، يبقى نفس التيار يبقى نقول الاي الاي مع الاي. اذا بما ان البسط سوى البسط يبقى اذا المقام سوى المقام، اذا نقدر نقول ال اللي في طرف اهيت، ال اللي في طرف تساوي 2 في 2 ب 4 في نص القطر 6، نص القطر 6 اهو دوت. اذا نقدر نقول اذا طول الملف هتساوي 24 سنتي. هتقول هنا ما حولناش ليه؟ لان هنا بنعملها زي نسبه وتناسب، فاذا قسمنا الطرف ده على 100 على 100 هنقسم الطرف ده على 100 عشان نحول الطول ده، فهي تطلع بالسنتي. عايزين نحول ال 100 بعد كده نقسم على 100. ده مثال برضو بسيط وواضح.